استقبل رئيس مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم سعادة الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة وزير الشباب والرياضة بجمهورية العراق الشقيقة معالي السيد عدنان درجال، والذي قام بزيارة إلى مقر الاتحاد. وخلال لقاء الشيخ علي بن خليفة بن أحمد أشاد بالعلاقات التي تربط بين البلدين في الجانب الشبابي والرياضي، وخصوصا على مستوى كرة القدم، والتعاون الوثيق القائم بين الاتحادين البحريني والعراقي لكرة القدم. وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك لتطوير العلاقة بين البلدين في مجال كرة القدم والاستفادة من التجارب الناجحة في كلا الاتحادين الشقيقين عبر زيادة تفعيل أطر العمل. ومن جانبه أكد معالي وزير الشباب والرياضة العراقي حرص بلاده على تأطير التعاون مع مملكة البحرين في الجانب الرياضي عموما وكرة القدم خصوصا عبر التعاون المستمر بين اتحادي كرة القدم. وأشاد الوزير العراقي بالعمل القائم في الاتحاد البحريني لكرة القدم برئاسة سعادة الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة، مثنيا على الجهود الكبيرة التي يبذلها الاتحاد في العمل على تطوير جوانب مختلفة بما يعزز مكانة مملكة البحرين، ومؤكدا دور الاتحاد البحريني الريادي في تعزيز العلاقات مع مختلف الاتحادات بما يخدم تطور الكرة على المستويات الإقليمية والقارية والدولية. وعلى هامش الزيارة أطلع معالي السيد عدنان درجال اطلع على مرافق الاتحاد البحريني لكرة القدم. البحرين والعراق لهم روابط كثيرة، ونحن اليوم كمسؤولين في هذه المناصب الرياضية من الواجب علينا أن نعززها ونفعل هذه المكاسب للشباب أولا ولبناء الأوطان ثانيا. فنحن اليوم الحقيقة سعيدين ونتشرف بهذا اللقاء، وآمنين إن شاء الله أن تكون هذه بداية زيارات مكثفة للتعاون في عدة جوانب التي يمكن تخص الاتحادين، الاستفادة من الطرفين سواء من جانبنا أو من الجانب العراقي. فآملين أن مثل هذه الزيارة يعني تكثر، وإحنا من سياسة الاتحاد في المرحلة السابقة أن نتعاون مع الاتحادات الإقليمية كاهتمام كبير، وهذه إن شاء الله جات من ضمن مساعي الاتحاد البحريني ورؤية القيادة الرياضية سيدي سمو الشيخ ناصر في التعاون مع الاتحاد العراقي و توسيع المدارك التعاون في مثل هذا القطاع الرياضي المهم. وقطاع كرة القدم أصبح ليس فقط مباريات كرة القدم، بل أصبحت روابط كثيرة. زيارتي إلى مملكة البحرين أعتبرها من الزيارات الناجحة والمهمة، صارت عندي لقاءات مثمرة مع الجميع. في مقدمة هذه اللقاءات كان مع سمو الشيخ ناصر، واللي تباحثنا من خلالها مع جميع الأخوة مع الشيخ ناصر على أولا توطيد العلاقات بين البلدين، بالإضافة إلى العمل المشترك وتفعيل اتفاقية التعاون القديمة اللي راح نجددها إن شاء الله خلال المرحلة القادمة ما بين البلدين الشقيقين في مجالين القطاعين الشبابي والرياضي. أيضا اليوم زيارتي إلى اتحاد كرة القدم حقيقة طلعت بها على المجمع الرياضي للاتحاد، واللي فعلا انه يعني ابهرت ما لقيته في هذا المجمع.